دي قصه تانية. دي قصه تانية. مع مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه كان برضو العلاقه خاصه جدا، وكان دايما انا عارف ان انت بتحبه جدا على المستوى الشخصي جدا، بالرغم ان في زي ما انت بتقول التقييم، تقييمك لنفسك اعتقد اللاعب بيقيم نفسه اول ما بيخرج حتى وهو بيستحمى، يعني بعد المباراه على طول بيبدا يفكر انا عملت ايه في الملعب، وهو جوه الملعب، هو جوه الملعب حاسس ان هو، لكن تقييم المدرب بيختلف كتير يعني. تقييم المدرب وردود افعال، لانك انت في ماتشات انت ممكن تتخيل ان انت فيها كويس وبعد كده تتفاجئ لما تقعد في حصلت معاك. حصلت طبعا، حصلت مره كنا بنلعب انبي، فكنا الشوط الاولاني وحشين قوي، وكنت بادي الماتش باك رايت، يعني مشوار لحد الجون اللي هناك وبجري كتير ولازم اقعد ادافع شويه عشان لو جت حاجه من ناحيتي وبتاع، ما انا كنت بشيل هم حته الباك رايت يعني بصراحه، يعني كنت بلعبها وبادي بس شايل همها يعني، غير اما انت بتلعب قدام ومركز في النص ده، فكنا وحشين قوي. فجينا الشوط الثاني نزل اسلام لعب باك يمين وانا طلعت قدامه كده، فالمهم ايه، خلص الماتش 1-0 وانا اللي جبت الجول. مش عايز اقول لك مفاجاه ان انا جبت الجول بالهيد على فكره. بالهيد بتهزر؟ انت جبت كام جول بالدماغ؟ هو ده الوحيد. لا بص عمل ازاي، اقول لك انا ده جولين ثلاثه بس. طب انت عارف انا بلعب بدماغ حلو زمان يعني، ده جامد جدا. خلص 1-0، كنت شوط تاني شايف نفسي كويس، لعبت على الجول كتير، رحت وبتاع كلام من ده. فجينا تاني يوم بقى في المحاضره، فالراجل فضل قاعد ساكت 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 شويه كده وبتاع، انا اول ما هو يلف شويه ويسكت ببقى مش مطمن، ببقى عارف. فهو دايما يحب ياخد بدري من الجون، ياخد الديفنس مش عارف مين. فالمهم ايه، فضل قاعد عمال اتكلم على الناس والكلام دوت، وبعد كده جه سابني انا وعماد متعب وابو تريكه للاخر، ما جابش سيرتنا خالص لحد ما سابنا للاخر. يعني عدى على الفرقه كلها وسابك انت ومتعب وابو تريكه في الاخر خالص. فقال لك بقى، اما بالنسبه للثلاثه اللي هم اسمهم بركات وابو تريكه ومتعب، فدولت انا كنت شايفهم في اوضه اللبس، كانوا موجودين قبل الماتش، شفتهم وهم بيلبسوا التيشيرت بتاع الماتش، شفتهم وهم نازلين. دخلت على الملعب اول ما وقفت على الخط ان انا اشوفهم ما لقيتهمش. انا عايز اعرف انتوا رحتوا فين في اخر لحظه وليه ما رضيتوش تلعبوا الماتش. فهو كان كده وكلمك بجد. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يعني، انت احكي لنا ايه اللي حصل. لا تسكت، ردود الافعال مش ضحك، خلي بالك. لا صح، لا لا مش ضحك، تسكت. فانا سبته يتكلم. لا من بقيه اللعيبه اقصد، مش منك يعني، في صمت. لا صمت لا رهيب. لا بقى كل بقى ايه، ما انت كل بقى ايه ما يجي يتكلم عليك، ما انت اللعيبه بتفرح في بعض، اما يلاقي واحد مثلا استلم كنت تلاقي كله باصص لك كده، ايه يا جماعه مش هاجي جنبي بقى، مش عامل جنايه يعني ولا قاتل واحد يعني، كل واحد ايه يبص لك كده بس. فانا بعد ما خلص الاجتماع فالمهم طبعا اتعصب وبتاع، قال لك زيرو، انت زيرو بتاع. ليه كنتوا الثلاثه؟ لا هو الزيروات كانت كتير، كانت متوزعه كتير. لا في الماتش ده يعني كان يعني زيرو بس، يعني هو كان مركز قوي معانا يعني في موضوع الزيرو. فانا ما نزلنا التمرين، فرايح كده ايه جنبه كده اقول له والله بص، يعني انا كنت حاسس ان انا وحش الشوط الاولاني يعني ما كنتش كويس، بس اما طلعت قدام يعني حاسس ان انا لعبت على الجون، حاسس يعني كنت كويس يعني. بص لي كده قال لي زيرو زيرو برضه، زيرو زيرو، قام اداني 3-0 في يعني خدت 3-0 جوه في الاول وبعدين خدت انت حبيت برضه تقول له يعني مستر مالول يعني الشوط الثاني معقول يعني، ولا انا قلت كده افك الموضوع بس شويه كده.